السلام عليكم، رح نعمل حلا أم علي. هذا طبق شعبي كتير، بس طيب كتير ومرغوب خصوصا بالشتاء، ومكوناته بسيطة كتير. رح نحتاج باف باستري، طبعا هاي أنا سويتها بفيديو سابق، رح أحط اللينك تبعها. وعندي معلقتين قشطة، وعندي مكسرات وجوز الهند. أنا رح أستخدم الفستق الحلبي والجوز وجوز الهند والزبيب. عندي نصف معلقة صغيرة فانيليا، وثلاث أكواب حليب، وأربع معالق سكر. رح أسخن الحليب أول شي، وبعدين رح أدير عليه السكر. أنا عندي سكر بودرة، ممكن نحط سكر عادي ونخلي ليدوب تماما. ورح أحط رشة الفانيليا. طبعا بهذا الوقت أنا محمية الفرن، يعني على درجة حرارة وسط من فوق ومن تحت. رح أحط أول طبقة اللي هي الباف بيستري، رقائق الباف بيستري، وبعدين أصير أشكل جوز الهند ومكسرات، وأرجع أحط طبقة الباف بيستري هيك بهذا الشكل. هلأ أنا عندي الباف بيستري خليط من شيء أنا عامليته وشي جاهز، أنا بس عشان أفرجيكم إنه هو نفس الطعمة. بس أحط الرقائق وهي المكسرات هيك بهذا الشكل. رح أدير الحليب، بحاول يعني أغمرهم وأكتر شوي، لأنه لما نحطهم بالفرن راح كل هاي الرقائق تمتص الحليب. ورح أحط على الوجه شوية قشطة بهذا الشكل وأدخل الفرن، وبزينها بالمكسرات. رح أزينها كمان أنا بالورد الخاص بالأكل، يعني طبعا الطعم كتير شهية. هذا هو الشكل النهائي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ولو ما عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب لقناتي مطبخي أنا حنين، وفعلوا جرس عشان يوصلكم كل جديد.